كل يوم بنعمل لحضراتكم فقرة صنع في الأهلي. صنع في الأهلي النهاردة من 94 حتى 2019 وهو في الأهلي، أكتر من 23 بطولة مع الأهلي، أكتر لاعب حقق بطولات مع النادي الأهلي في كرة اليد، بطولة 34 بطولة مع الأهلي والمنتخب، وشارك في كأس العالم 7 مرات واثنين أولمبياد. بالمناسبة خد بطولة أفريقيا مع الأهلي وبطولة آسيا مع العربي القطري. تاريخ مشرف لنجم كبير ومحترم صنع في الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، كابتن محمد إبراهيم وصنع في الأهلي، بعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نستقبل فقرتنا في هذه الليلة. النجم الكبير كابتن خالد جدلة هيكون ضيفنا في البيت الكبير، ولكن بعد كابتن محمد إبراهيم في صنع في الأهلي فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن خالد جدلة في ضيافة البيت الكبير. أنا ابتديت في النادي سنة 94، كانت أول حاجة جيت هنا أكاديمية النادي الأهلي لكرة اليد، ساعتها مرني كابتن سيد أمين، بعد كده كابتن عمرو عطية، وبالمناسبة بيمرن ابني دلوقتي بنفس البداية اللي أنا بدأت بيها. ف الناس راجل من الناس اللي هي ليها أثر في كل لعيبة الهاندبول اللي مروا على تاريخ النادي في قطاع الناشئين. يعني ابتديت سنة 94، قعدت في الأكاديمية حوالي 6 شهور أو 7 شهور، بعد كده لعبت في فريق 84، ومن ساعتها بقى وانا في النادي الاهلي الحمد لله. يعني طبعا علاقه البيت، يعني انا ممكن اكون قضيت في النادي الاهلي هنا جوه النادي، سواء جوه الصاله او جوه ملاعب النادي الاهلي او جوه اوض النادي الاهلي او كل حاجه، ممكن قضيت فيها معظم عمري. يعني ما افتكرش ان قعدت في البيت نفس الفتره اللي قعدت فيها في النادي. فطبعا النادي بالنسبه لي هو بيتي، سواء كلاعب سواء كمدرب حاليا، سواء ما اعرفش ايه بكره ممكن يحصل، النادي الاهلي هو بيتي يعني فعلا بمعنى الكلمه. يعني ان هو صاحب الفضل عليا، سواء بعد كده انا دخلت منتخب او في حياتي العامه، ان انا الحمد لله لو حققت اي انجاز او حققت اي حاجه في حياتي هو النادي الاهلي، وبعد ربنا طبعا هو صاحبي الفضل عليا. والله انا لحد ما بطلت، انا فعلا والله ما كنتش اعرف، بس بعد ما بطلت فوجئت ان في ارقام وفي القاب انا واخدها، انا ما كنتش يعني حاسبها او عددها، لكن الحمد لله انا ممكن 23 بطوله او اكتر من 23 بطوله مع النادي الاهلي، وده ريكورد الحمد لله، يعني ما حدش عمله لسه لحد دلوقتي في تاريخ الهاندبول في النادي الاهلي. أهم بطولة وأصعب بطولة هي كانت بطولة السوبر الأفريقي، كانت في المغرب. دي تعتبر من أصعب البطولات وأهمها، لأن هي كانت أول مرة تخش تاريخ النادي الأهلي أو تخش في خزينة النادي الأهلي. كانت بطولة صعبة، فريق الزمالك في التوقيت ده كان فريق تقيل جدا، فمن البطولات المهمة في حياتي ومن النقط الفارقة اللي كانت من البطولات اللي نفسي أحققها لأني ما كنتش حققتها. والله الحمد لله، يعني أنا معروف عني إن أنا مقاتل، كنت مقاتل في الملعب وفايتر زي ما بيقولوا. ان شاء الله ده اللي بعمله حاليا في التدريب. انا نسيت خالص انا كنت ايه كلاعب، وبادئ دلوقتي بدايه جديده جدا، يعني مش حاطط دماغي ان انا كنت لعيب منتخب او لعبت في النادي او حققت او عملت، لا انا بادئ التدريب من الصفر وحاطط ده في دماغي علشان اقاتل واوصل لاعلى نقطه انا عاوز احققها في التدريب زي ما عملت وانا لعيب. فطبعا طموحي هنا في النادي ملوش حدود، وفي الكارير بتاعي حتى ملوش حدود. يعني انا بحلم ان في يوم من الايام امسك فرقه من اوروبا، يعني غير ان انا طبعا طموحي ان انا امسك النادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن ليه لا ما امسكش فرقه من اوروبا. يعني انا شايف ان احنا حاليا كهاندبول، كمجتمع هاندبول، احنا من الناس مصنفين عالميا كلاعيبه، فليه لا كمان ما نبقاش مدربين مصنفين عالميا. فانا طموحي ملوش حدود، واللي عايز يوصل لطموحه لازم يشتغل، وانا ان شاء الله بعمل ده من دلوقتي. يعني طبعا يعني جمهور النادي الاهلي ده زي ما قلت، النادي الاهلي فضله عليا، هو طبعا جمهور النادي الاهلي هو النادي الاهلي، طبعا فضلهم عليا وعلى اي لعيب او اي شخص موجود جوه كيان النادي الاهلي هو الاساس. يعني الرياضه بتلعب عشان الجماهير، فطبعا بشكرهم من كل قلبي ان هم كانوا دايما داعم ليا في مسيرتي كلعيب، واتمنى ان هم برضو يفضلوا داعمين لينا للنادي وليا كشخص كمدرب. بشكرهم طبعا وبكن لهم كل حب وكل احترام، لان هم الغذاء بتاع الرياضه او الاساس بتاع الرياضه.